مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم نهار التنين، بداية الأسبوع. شو في معطيات وتطورات جديدة لكافة الأبراج؟ بالبداية بدي أقول إنه اليوم القمر ببرج القوس، وأكيد الزهرة موجودة كمان ببرج القوس وعطارد. فثلاث كواكب ببرج القوس، هذا الشيء اللي بده يعطي طاقة إيجابية وحظوظ كتير كبيرة للأبراج الترابية، وأكيد على رأسهم برج القوس. ولكن من ناحية تانية أنا بدي أقول إنه الدلو اليوم كتير بده يكون مرتاح، وبرج الميزان. خلينا نشوف التطورات اللي بدها تطال كل الأبراج، بداية مع برج الحمل. اليوم أنت عم تستمد الحظوظ من هالكواكب، الثلاثة ببرج القوس. ومن ناحية تانية بداية الأسبوع بقلك تنطلق بأي انطلاقة، لأنه يوم بيكون مبشر بالخير، في تجاوب، في تطورات، في انقلاب جذري بحياتك، إن كان بعلاقاتك، إن كان بتسيير أعمالك. تفاجأ ببعض الأخبار المطمئنة من الخارج، ومن ناحية تانية عم بيطفي عليك هالكواكب القمر والعطارد والزهرة الفرح والرضا. محظوظ فيك تقدم على أي مبادرة، بامتحانات، باجتماعات، بلقاءات، بمصالحات، ويمكن البعض يكون عنده دور فعال لأنه شعبيتك بتكون عليانة وتعاملك مع الكل بجنن. ويمكن البعض يكون في عندهم سفر ودراسات جديدة كلها بتكون مبنية على التفاهم. أما مواليد برج الثور بقول اليوم في راحة، الأجواء حلوة بترافقك، وفي مصالحات مع البعض. يمكن إذا كان في خلاف بهاليومين الثلاثة، عندك الأربعة أيام شوية فيهم ضغوطات، في انطلاقات حلوة رح تتقدم بأي مجال، والحظ بيكون معك والتوفيق كمان. في رغبة ونجاح بدها تحصل معك بهاليوم، ومكاسب مالية غير متوقعة. ولكن بدي أطلب منك أنك ما تنسى أنه الشمس بأحلى موقع، وهيدا البيت اللي بيحمل لك المفاجآت، وبنفس الوقت في اهتمام كمان بأمور البيت وبالعائلة، وفي شيء بخص إرث وعقارات عم تناقشه مولود برج الثور. لكن بالنتيجة أنت نهار حلو كتير عليك. أما مواليد برج الجوزاء، يعني صار لك يومين شوي هيك تعبانين ومشغولين، ولكن القمر بيواجهك. بدي أطلب منك، لأنه عطارد هونيك كوكبك، جرب حسن علاقاتك، والزهرة هونيك، يعني كل علاقاتك وشركائك بالحياة كلهم، جرب بذكائك ونباهتك وسرعة البديهة اللي عندك، جرب استقطب الأنظار وخذ حقك بذكاء من دون انفعال. يمكن البعض يكون في عندهم علاقات حلوة، يصير في لقاءات حميمية، مشاورات، تخطيط لخطوبة، والأمور بتطالك. والبعض يمكن يكون في عندهم عقود عمل جديدة، شراكة جديدة بالعمل، مشاريع، والقضايا القضائية هيدي الفترة يمكن اللي هن عندهم قضايا بيسمعوا بأمور مطمئنة، والأمور بتكون لصالحهم. أهم شيء يكون إيجابي، هذا اللي بدي أقولك. أما مواليد برج السرطان، يعني بدي أقول لك كأنه في عندك كتير ضغط وعمل، أعمال، التزامات، واجبات، ركض، بتقدر تخلص كل أمورك. بتقدر يمكن اليوم بانتظار رد خبر، بانتظار جواب من زملائك بالعمل، لعمل جديد، حتى لمشروع جديد، لأمضى. وبنفس الوقت بتحس حالك اليوم عم تركض لتخلص كل أمورك، لأنه ضغط كتير بداية الأسبوع عليك بكافة المجالات. يعني بأي إطار الواحد بيشتغل، يمكن اللي عندهم دراسات بحسوا حالهم مضغوطين بالدرس،
اللي عندهم شغل عم بيشتغلوا كتير وملفات وراء حوارات اجتماعات بيبقى راكدين. يعني بدكم تنتبهوا وتبهوا على صحتكم مواليد برج السرطان. ومن ناحية تانية جرب يعني انتبه من التعرقل وجرب خلص أمورك برواق وما تلتهي بأشياء ما إلها طعم. يعني نجوز الأمور المهمة فقط. أهم شيء مولود برج السرطان بدي أقول لك في اهتمام كمان بالبيت، في اهتمام أو حوارات مع الزوج أو مع الحبيب بخصوص أعمالك، ولكن بطلب منك تنتبه على حالك وانتبه من العرائيل ومن التأخير. أما مواليد برج الأسد أنت اليوم أحد قدك، يعني ملك ملك الحظ اليوم رح يتضوى على مهاراتك، على كلامك، على قراراتك، على الإبداع اللي أنت بدك تكون فيه، إن كان بطلتك وإن كان بسلاستك بالتعامل مع الكل. اليوم شاطر كتير وجمالك مضوى ما شاء الله عليك، ميسر أمورك، ميسر مسهل. مواليد برج الأسد في تحضير لبعض المشاريع والعلاقات الرومانسية بدها تكون بأوجع، في مصالحات اليوم. ومن ناحية تانية اليوم في تفاهم وسلاسة مع اللي أصغر منك وخاصة مع أولادك. بكرمال هيك أنا بقولك اليوم بستفيد منه بكافة التفاصيل لأنه نهار مبشر بالخير. أما مواليد برج العذراء بالكون اليوم يمكن في شوية قلق، في عندكم مثل شي بقلب البيت، يا عم بتحضروا حالكم لسفر، يا كأنكم ناطرين حدا، يا البعض معجوقين، كأنه تحضيرات جيزيك ضبطوا ركد. حتى مولود برج العذراء اللي عنده أعمال بتكون تنتبهوا، لأنه دايما الأمر بس يكون تربيع بعرقل شوي. بس بما أنه الزهرة موجودة وعطارد موجود هوني، أنا بقول لك كون قد المسؤولية. اليوم اهتمامك بيكون بعائلتك واهتمامك كمان بتنظيم وترتيب بعض الأمور بالبيت، شراء أشياء ثمينة للبيت، تحضيرات، يمكن عم بتخلصوا أمور بخصوص وراء للبيت حتى. فكرمال هيك معقول تتعرض بعض ببعض الأوقات للتدخل بحياتك من قبل العائلة، ورح بيصير في عدم تقبل، ويمكن إذا حدا جرب يقول لك كلمة بهذا النهار بتحس حالك في عندك شوية توتر. فكرمال هيك بديك تكون رايق، ويمكن يطرق عليكم بعض الاستفزازات من بعض المحيطين. أهم شيء مولود برج العذراء بديك تكون رايق، تدير دينتك الطرشة، ما بدنا نرد، بدنا نضلنا رايقين. نحن هلا الشمس كتير عم تدعمنا ولازم نكون بأحلى حل. أما مواليد برج الميزان يعني أنت اليوم وكأنه عم تنغل نغل مثل البلبل، هذا البلبل اللي بيبرم هيك ما عم بتلحي، ما شاء الله عليك ملحق على كل شيء. يعني مثل كأنه عم تنجز أعمال لإلك، تنجز أعمال لغيرك، وبتساعد الكل، وكلك حيوية وكلك ديناميكية ما بتهدى، إن كان بالدراسات، إن كان بالأعمال، إن كان بالنشاطات، إن كان بالبيع، إن كان بالشراء. شو بدي أقول لك؟ يعني مريح هذا النهار على كيفة الأصعدة، ما في تعرقل. ما تنسى أنه الزهرة موجودة ببرج القوس مع القمر، قديشك قوي بدك تكون. يعني أنا بقول مولود برج الميزان مثل اللي حاطت إيديه هيك على كل شيء، مسيطر على كل الأوضاع بأي اتجاه. فكرمال هيك أنا بقول أنك أنت بتشعر اليوم بالتفاخر، بتشعر بالتعالي، بتشعر بثقة بالنفس، ثقتك كتير قوية، رح تبدع بأي اتجاه. ممكن يكون عندكم سفر أو تنقلات هيك بعيدة بالسيارة، بس المهم خليك قد المسؤولية وانت قد. أما مواليد برج العقرب أكيد الأمر كان عندك وغادر، ولكن اليوم كأنه في شغلة بال بأمر معين مالي، ولكن رح تسمع الأخبار المطمئنة. في صار في كتير ومشتريات، وأكيد طاقتك بعدها قوية. أنا بدي أطلب منك يمكن تسمع بوظيفة جديدة، لناطر وظيفة. البعض يمكن يكون في عندهم شراء أشياء ثمينة وتخليص بعض الأوراق المالية. أمورك كلها بتضل حلوة، يعني حتى يمكن في عندك سفر، عم بتحضر لسفر،
فكرمال هيك أنا بقول لك انتبه لمصاريفك بس، وكون قد المسؤولية، وجرب تخطى كل العقبات بهدوءك. ما بدنا نعصب اليوم مولود برج العقرب لأنه بعد طاقتك منيحة. أما مواليد برج الكوس يعني حلك لك يومين ونص تعبان نفسيا، القمر دخل لعندك، فالآفاق عم تتطاير قدامك. القمر مع عطارد مع الزهرة، يلي الزهرة يلي عطارد والزهرة كيف عم بيسرعوا لك أمورك بالعاطفة بعلاقاتك كلها. عطارد اللي عم بيعطيك الذكاء والنباهة، وعم تقدر تتحكم بزمان بالأمور، وعم تقدر تقنع الكل. ما شاء الله عليك. يعني أنا بقول لمولود برج القوس من أحلى الأيامات لهيدا بهيدا الشهر. يعني في جهود، في تألق، في مصالحة، بطلب منك تبدأ بأي شيء لأنك أنت ممتاز هيدا النهار، إن كان عاطفياً، إن كان مالياً، إن كان باجتماعاتك، إن كان لامتحاناتك. شو في عندك اليوم؟ ابدي بأي مبادرة، وأي شيء كان عالق معك أو ما كان ظابط معك عيد الكر اليوم بأي اتجاه، لأنك أنت ملك الأبراج. أما مواليد برج الجدي يعني بدي أقول لك أنه اليوم غير مريح، في شيء بخليك توقف عنده، أو بصير في عرقلة، أو بتكشف أمور أو خيبات أمل من بعض المقربين منك، ولكن قطعهم لأنه الكل بده يرجع يجي يعتذر منك. بدي أطلب منك مولود برج الجدي هدول هذا النهار جرب خد احتياطيتك، يعني انجوز الأمور الروتينية فقط، عدم المبادرات بأشياء جديدة. يمكن تفهم بطريقة خاطئة، ويمكن يكون في عندك علاقة عاطفية بينك ويعني سرية يصير فيها شوية عرقلات أو خلافات ببعض الأمور. فكرمال هيك أنا بقول لك اليوم خليك رايق، بعد عن العصبية، وتحلى بالصبر، وأكيد وبعد يومين الأمر بصير عندك، بتصير من الأبراج المحسوسة. أما مواليد برج الدلو يعني الحمد لله أمورك اليوم رائعة، ثلاث كواكب ببرج القوس عم بيقدموا لك التسهيلات والتسييرات، يمكن في عندك سفر اجتماعي بامتياز، دعوات حلوة، لقاءات ممتعة، يعني عم تقدر تثبت نفسك بهيدا النهار، وهيدا النهار يعني في تطورات إيجابية، والمشاغل والأمور كلها اللي بدك تنجزها بدها تكون مبنية على النجاح والتفاهم. كتير حلو بهذا النهار العمل الجماعي. فكرمال هيك مواليد برج الدلو بقول لك تستفيد من هذا النهار لكل شيء، حتى للمصالحات وحتى لتحقيق أي إنجاز وأمنية. أما مواليد برج الحوت يعني اليوم القمر تربيع معك، يعني عليك تكون هادي لأنك بتشعر شوي بالتعب، يمكن في شوية توتر الآن ببعض الأمور خاصة بعملك، يمكن عندك اجتماع، البعض يمكن يكون في عنده بعض الالتباس بالكلام مع أحد الزملاء. ومن ناحية تانية لازم تكون ما تخالف القوانين بهيدا النهار، وكون قد المسؤولية، وكون موضوعي، وجرب انجوز أعمالك بحكمة وحرفية. في بعض الأشخاص يمكن يسببوا لك بعض الانتقاد أو بعض الضغط عليك، فبطلب منك بهيدا النهار تكون بكير بعملك، تغدي بكير، وثبوت جدارتك، ما ترد على حدا، وكون قد المسؤولية، وكون إيجابي، وحسن علاقاتك مع أمك، مع بيك، خذ الرضا، وبنفس الوقت حسن علاقاتك مع مسؤولينك بالعمل. وهيك بنكون نهينا الأبراج لهيدا النهار، ودايما دايما برجك مع رولا أحلى أكيد. شوفكن على خير، باي.